السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. اما نصف المهراز ولا المهراز كله، وحتى داك اليد ديالو باش يدقو. علاش صنعوه بالذهب؟ لان في واحد العهد اخوتي في المغرب ما كانوا لا ابناك، ما كان حتى واحد يمكن تحط فلوسك عنده ويحافظ لك عليهم. كانت الوقت سايبه شويه، وكانوا الناس جدودنا الذكاء اللي عطاهم الله كانوا تيصنعوا هاد المهارز من الذهب، من الذهب الخالص. تيحول هذيك الثروه ديالو ولا هذاك الفلوس اللي عنده تيحولهم للذهب ويركزهم في واحد المهراز، مهراز فيه كيلو ولا جوج كيلو، لا يعني الثروه كلها ديالو حاطه في مهراز. علاش يصنعوا المهراز من الذهب؟ لان الشفار باللي تيجي كان بكري السيبه كانوا تيكشطوه، تيدخلوا ليه لدارو تيبغي يشفروه، ما يلقاو ديك المواد الاواني المنزليه وكذا كاع ما ينتبهوش للمهراز كاع، بينما الثروه كلها كاينه في المهراز. خوتي المغاربه هذه لمحه بسيطه، وبالنسبه لخوتنا اللي عندهم المهارز القدام الا شكوا في المهراز، اما نصف المهراز ولا المهراز كله، وحتى داك اليد ديالو باش يدقو. علاش صنعوه بالذهب؟ لان في واحد العهد اخوتي في المغرب ما كانوا لا ابناك، ما كان حتى واحد يمكن تحط فلوسك عنده ويحافظ لك عليهم. كانت الوقت سايبه شويه، وكانوا الناس جدودنا الذكاء اللي عطاهم الله كانوا تيصنعوا هاد المهارز من الذهب، من الذهب الخالص. تيحول هذيك الثروه ديالو ولا هذاك الفلوس اللي عنده تيحولهم للذهب ويركزهم في واحد المهراز، مهراز فيه كيلو ولا جوج كيلو، لا يعني الثروه كلها ديالو حاطه في مهراز. علاش يصنعوا المهراز من الذهب؟ لان الشفار باللي تيجي كان بكري السيبه كانوا تيكشطوه، تيدخلوا ليه لدارو تيبغي يشفروه، ما يلقاو ديك المواد الاواني المنزليه وكذا كاع ما ينتبهوش للمهراز كاع، بينما الثروه كلها كاينه في المهراز. خوتي المغاربه هذه لمحه بسيطه، وبالنسبه لخوتنا اللي عندهم المهارات القدام الا شكوا في المهراز. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.